رسالة عاجلة من التمويل للمواطنين بشأن البطاقات التموينية. أهلا بكل مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان وخدمة إخبارية جديدة. وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهت رسالة عاجلة للمواطنين بشأن البطاقات التموينية، تمثلت في إتاحة الفرصة لتسجيل رقم الهاتف المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وده للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيا. وزارة التموين أيضا أكدت على استمرار إتاحة خدمة تعبير رقم الهاتف المحمول بحيث يحق لصاحب البطاقة التموينية في حالة تغيير رقم الهاتف الخاص به الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد، وده في حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وإبلاغهم بكافة الخدمات اللي بتقدمها حاليا وحتى الخدمات الجديدة اللي هيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة. وزارة التموين والتجارة الداخلية قالت إن الهدف من تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة التموين لسهولة التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وتعرفهم بالخدمات الحالية أو الخدمات اللي بيتم دراستها حاليا من خلال رقم المحمول، وإنه وأكدت كمان إن عدم تسجيل الرقم المحمول على البطاقة لا يوقف بطاقة التموين. وأتاحت الوزارة حاليا العديد من الخدمات لأصحاب البطاقات، منها إصدار بطاقات التموين بدل فائت أو التالف، وخدمة الفصل الاجتماعي أو نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى، وده بشرط أن يكون صاحب البطاقة مسجل رقم الهاتف المحمول الخاص به ضمن بيانات بطاقات المحمول. قالت كمان أنه الشخص اللي يكون مسجل برقم هاتف المحمول هيقدر أنه يطلع بطاقة بدل فائت أو تالف، لأنه في حالة أن البطاقة تم تلفها أو فقدها للأسف مش هيقدر ان هو يصدر نسخة جديدة منها الا لو كان مسجل رقم الهاتف المحمول. واحنا هنا بننصح كل المشاهدين ان هم يسجلوا بطاقتهم على ارقام هواتفهم. وزارة التموين والتجارة اكدت انه في اطار العمل على تيسير حصول المواطنين على الخدمات، الوزارة حاليا بتستعد بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة لتطبيق منظومة الكارت الموحد، وده هيكون بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد فور الانتهاء من التجارب الفنية لاستخدامه في صرف المقررات التموينية والخبز المدعم إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد، وده هيكون بحيث يكون للمواطن الحق في صرف مستحقاته من خلال سواء الكارت الموحد أو البطاقة التموينية، وإن الكارت الموحد ده بيستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين واللي بتشمل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل الكارت تقديم باقي الخدمات من صرف معاشات واستخدامه في المواصلات والبنوك وغيرها من الخدمات المختلفة والمدفوعات الإلكترونية في المراحل المقبلة. وأكدت وزارة التموين كمان بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الاتصالات تسعى لاستخراج الكارت الموحد في إطار اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات للتيسير على المواطنين في الحصول على كافة الخدمات، سواء كانت خدمات منظومة البطاقات التموينية أو خدمات التأمين الصحي أو خدمات مكاتب البريد، كما أن هذا الكارت الموحد ليس بديلا عن البطاقات التموينية، بنأكد ده لحضراتكم. الحكومة بتستهدف من الكارت الموحد وجود كارت واحد لكل المواطنين بحيث يستطيع المواطن من خلاله الحصول على كافة الخدمات. مثلا المواطن اللي ليه كارت بطاقة تموين بيحصل من خلاله على السلع التموينية والخبز المدعم، وكارت آخر للحصول على خدمات التأمين الصحي، وكارت ثالث للحصول على خدمات البريد. يستطيع المواطن من خلال كارت واحد فقط انه يستخدمه لكل هذه الخدمات وهيحصل عليها بشكل سهل وبسيط من كافة الجهات المعنية. وبكده تكون انتهت نشرتنا الإخبارية، انتظرونا في نشرة إخبارية جديدة على شاشة تلفزيون الوطن.